أهل الأبواب يا رب يا رب الأرباب يا الله يا من ليس على بابه بواب يا من ليس له راشي فيرشى ولا شاكي فيشكى الفقراء خلف الباب المساكين خلف الباب الذكارى خلف الباب اليتامى خلف الباب المطرودين خلف الباب التائبون خلف الباب إلهي أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائل والمحروم افتح لنا الأبواب افتح لنا الأبواب هيا يا أسباب يا رب الأرباب افتح لنا الأبواب لا تحرمنا من الجوع والجماعات يا الله لا تحرمنا من أداء الصلوات يا الله تبنا إليك يا الله وجعل إليك يا الله ندمنا على ما فعلنا عزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله تبنا إلى الله وجعل إلى الله سئمنا الصلاة في البيوت لا نريد أن نصلي في البيوت نريد أن نصلي في بيتي عجزت الصلاة في المساكن وفي الرحال وفي المنازل نريد أن نصلي في بيتك المساجد بيوت المتقين اللهم ارزقنا القناعة وحببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة يا الله اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والخيبة بعد الرجاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء اغفر لنا الذنوب التي تمنع الدعاء يا من ذكره شفاء وطاعته دواء ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون وأمره بين الكاف والنون وإذا أراد أن يقول شيئا كن فيكون ردنا إلى المساجد ردا جميلا يا الله ردنا إلى الجوامع ردا جميلا يا الله نتوسل إليك يا الله اللهم يا رب طالت علينا يا الله اللهم اكشف عنا هذا البلاء واكشف عنا هذا الداء واكشف عنا هذا البلاء تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اصرفه عن بلاد المسلمين يا الله نتوسل اليك يا الله اكفنا بما شئت وكيف شئت يا الله احفظنا بعينك التي لا تنام واكتفنا بركنك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي مرارك على عرشك ان تكفينا شر هذا الوباء وشر هذا الداء يا لطيف الصنع يا من كلما ذهب الامر جلا ما ذهب يا غياث المستغيثين ويا ماضي الامر اذا ما حكم فرج الكرب الذي حل بنا انتهى الكرب علينا عظمه واستجب لنا يا الهي دعواتنا انت ربنا وانت رحيم رحماء اللهم اصلح لنا بالنا واحوالنا وشؤوننا كلها واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ونجنا مما قد نزل بنا يا ارحم الراحمين يا محول الحول والاحوال حول حالنا والمسلمين الى احسن حال حول حالنا والمسلمين الى احسن حال اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره واليه يرجع الامر كله يا من عليك العسير يسير دبر لنا فانا لا نحسن التدبير يا رب عجز الطبيب فداونا
kadınlar, fasa adı.